النادي الاهلي خلاص يعني خلصت فيه كل الكلام، ما شاء الله الله اكبر، ارقام قياسيه. النادي الاهلي كان بيكسب نتائج كويسه، ولكن الاداء في بعض الاوقات الموسم اللي فات ما كانتش على المستوى. السنه دي كابتن حسام كمان بيحط بصمه، النادي الاهلي بيلعب لعب ممتع، اللعيبه تحس انها بتستمتع وهي بتلعب كوره. طبعا وجود تثبيت للتشكيل، وجود تجانس، وجود عبد الله السعيد مع اجاييه، مع وليد سليمان، مع مؤمن قبل ما يغادر، مع وليد ازارو اللي تالق كمان بشكل لافت للنظر في الفتره الاخيره، مع ثبات بقيه النجوم كلهم والتشكيل، انا شايف انه ادى للنادي الاهلي قوه. النادي الاهلي بيلعب كره حلوه قوي، النادي الاهلي خلاص يعني فارق عن الانديه كلها. نتمنى بقى انها كمان تكمل ببطوله افريقيا.